السلام عليكم. اليوم معنا طريقة عمل حلى بارد بالكراميل، مرة لذيذ وسهل، مكونات مرة سهلة. الطريقة 2 كوب حليب سائل، ربع كوب سكر، وملعقتين كبيرة نشا، وشوية فانيليا. كل المكونات راح أخلطهم طبعا على البارد. أول حاجة أدوب النشا والسكر، بعدها راح أنقلهم على النار. النار طبعا تكون هادية، وأستمر في الخلط. الحليب طبعا هنا لازم ما نسيبه أبدا لأنه ممكن ينحرق معانا. والآن أضيف ربع قالب زبدة، وراح استمر برضو في الخلط حتى يذوب معايا الزبدة. خلاص دحين هنا بدأ يتقل معايا الخليط، لازم يكون شوية معايا تقيل، مو مرة ثقيل ولا مرة خفيف، يعني وسط. خلاص كذا خليطنا جاهز، لازم أدوقه شوية عشان أتأكد من السكر. وخلاص في الصينية بايركس راح أبدأ أضيف شوية من الخليط، وعندي بسكوت، أي نوع بسكوت راح أغمسه في حليب بارد وأرص، أسوي طبقات، طبقة بسكوت وطبقة من الخليط، الكمية البسكوت اللي تبغيها. أنا كان عندي بسكوت هذا هو الموجود يعني، فسويت فيه له. ممكن لو تبي تسوي طبقات أكتر سوي، مو مشكلة. حتى الصينية ممكن تكبريها وكمان تزودي نفس المكونات، هذا شيء راجع لكل واحدة. وخلص طبعا بعد ما أخلص كل الطبقات، هتكون طبعا آخر طبقة اللي هي الطبقة البيضة، وراح أدخلها الثلاجة تبرد معايا تقريبا من 2 لـ 3 ساعات. الآن راح نسوي صوص الكراميل. طبعا الصوص أنا قد سويته كذا مرة، بس راح أرجع أسوي مرة ثانية. راح أحط كوب سكر وأدوب السكر على النار لين ما يدوب معايا السكر تماما ويصير لونه ذهبي. وراح أضيف تقريبا ربع برضو قالب زبدة، وأضيف علبة قشطة. طبعا أنا هنا ما صورت للأسف، التصوير ما تصور معايا، وبس هي هذه. أول ما أضيف القشطة أطفي على النار، أخرج الصينية معانا من الثلاجة وأبدأ أحط الكراميل. طبعا الكراميل لازم يكون دافي، ما يكون متماسك ولا يكون مرة حار، وأحاول قد ما أقدر إني أنا أوزع في كامل الصينية. شوفوا كيف بهداوة كذا، ومهم إنه كل الصينية تاخد من الصوص لآخر نقطة. وبكذا الحلى جاهز. لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك وفعلوا الجرس. إلى اللقاء، جربوا مرة لذيذ. مع السلامة.